ما دينا باليش ماله بلف طايح بلف هاو يسون فيا بلف هذه التجارة هذه رمد لي الدنيا هذه البصلة الحاجة نعت نعت شوف الله يبارك بصلة تويت سوف مقلية آخر ها والله آخر طراز ها 1500 1500 رحيم ما يبارك مستجرة للبرمة طول مرحبا بكم يا نبا بلاد الخير البصل لها ب 1500 ادي ونقول لك يرحم والديك رحمة والدي من فوق ادي ويرحم والديك يرحم والديك ادي علينا ورحمة والدي نزيدوك البصل من واد سوف انا بصل من واد زنات قد تبيعوا فيها 1500 وقلت لك ادي علي ويرحم والديك واش نزيدك اخويا رحمة الوالدين ها يا سيد واش بالنسبة لأجواء العمل هنا في سوق عنابة واش والله رحمة ربي كاين الأمن مليحة والله على الكيف الحمد لله والله نعم خير من كان قبل على الكيف مرشيد الكراوي تحسن وعقد تجي انا من وزيرتي لهنا ما عنديش وقت انا صرات لي طير الليل هذاك ما ادري وين الشجره يحط الوحده ساعتين ثلاثه منين نلحق نلحق الدنيا مامنه كذا والله على الكيف مليحه عندكم وين تصلي وين تاكلوا كلش كاين ها اخونا والله يد الله هنا ربي يعاونك الحال كن بالخير يا وجوه الخير جيتونا في الوقت المباشر الخير كل كاين سلعة الصيف كاينة سلعة هنا تاع النبا كاينة الكليمونتين كاينة كل شيء كاين والشيء كل متوفر والسما تاع جميع الناس كل تاكل السوق ربي يبارك له والخير كاين الزوال يوكل الجمعية توكل الخيرية توكل بالصوارد يوكل بلا صوارد يوكل الحمد لله يا ربي رانا في نعمة من قضية الأمن قضية النظافة قضية كلش لو السوق راه في خير كبير فيها بالنسبة لوفرة الإنتاج ولا السلعة كاينة أخويا السلعة كاينة من كل أنواع والأسعار كاينة حسب السلعة غير أرواح أخويا يشري متهني خلاص واحد ما يقيسك واحد ما يدور بيك السلام عليكم يا أخويا الله يبارك عمت خير السلعة كاينة متوفرة الله يبارك لكم من ثلاثة الصباح الله يبارك وانتم تدوروا هاي من ثلاثة وإحنا نبيعوا قداي 8 درك الله يبارك ومزاد كاين الخير أخويا الله يبارك يكف الدنيا كل إن شاء الله كيما الأسعار خويا مسعود ربما المواطن ولا المشاهد الكريم اللي يتبع فينا من خلال القناة الوطنية ما يعرفش الأسعار مثلا هي تتبدل يوميا يعني هي تتبدل يومي كل نهار وسوقه اليوم مثلا شحال دارت؟ اليوم دارت طمسل مثلا طمسل ب 8000 ومويا 10000 خشينة الكليمونتين؟ الكليمونتين دارت 14 سلعة ملاحة 14 فريز سلعة شوية ناقص 10000 الفريز بريمير شوا؟ الفريز بريمير شوا 45 40 45 من 45 حتى 40 من 40 وبالنسبة للقارص القارص دار 12 10000 بفهمك المشاهدين هذا كرم الليمون يعني الليمون الليمون القارص سيترون البنان 29 28 ونص 29 ابو جمعة ابو علوش امين ولائي مكلف عن مكتب اتحاد تجار ولاية عنابة ممثل هنا في السوق ونفس في نفس الوقت تاجر جملة الحمد لله يعني سكان في الاونه الاخيره يعني حكموا المسير هذا السوق يعني ولات وفره يعني من ناحيه الامن من ناحيه الاستقرار من ناحيه الوفره تاع المنتوج من ناحيه الزوار من ناحيه يعني التجار تاع التجزئه من كل الولايات ومن كل البلديات السوق هذا يسترزق منه يعني تقريبا 3500 هذوك تاع عمال الشحن كما يقولوا هم الحماله كل يعني بعائلاتهم وبالتالي لازم نحافظوا على السوق تاعنا ونحافظوا على العمال هذو عمال الشحن وعلى التجار يعني التجار تاعنا ما يخفاكمش باللي السوق تاعنا يضم 102 تاجر هذا مليون بصفه يعني رسميه في السجل التجاري اما الوافدين والتجار التجزئه وكذا 8000 وكي نتكلموا بصفه عامه يعني ولايه عنابه بصفه عامه ولايه المجايره تقريبا مليون ومليون و200 ولهذا الناس اللي غاديين من السوق يعني اكثر من مليون مواطن ياكل من هنا اكثر من مليون مواطن ياكل من السوق هذا